أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية العربية الدولية، ونبدأ بعد الفاصل. نبدأ مع الكاتب كاظم المقدادي. أمس كانت الذكرى الثالثة لانطلاق ثورة تشرين المجيدة، وأحيت قوى التغيير الشعبية المنضوية تحت راية ثورة تشرين المناسبة بتظاهرات جماهيرية كبرى في بغداد ومحافظات أخرى، وفاء وتكريما لشهداء الثورة الأبرار ولآلاف الجرحى والمعوقين جسديا والمختطفين والمعذبين والمغيبين من شباب وشابات الثورة، ضحايا القتل العمد والقمع الدموي، انتقاما لمطالبتهم بوطن وبحياة كريمة وبعدالة اجتماعية، وهي مطالب مشروعة كفلها لهم الدستور العراقي بين مزدوجين. لم تكتفي الأحزاب المتنفذة بالضغط على القضاء ومنعه من محاسبة القتلة والجنى، وإنما شنت على الثورة ونشطاء الحراك المدني هجمة شرسة شعواء، وسعت بكل ما تستطيع وبأشنع الوسائل والطرق لقتل الثورة والإساءة إلى كل من شارك فيها، إلى جانب إشهار سيف الترهيب والقمع والاضطهاد، معتقدة بأنها قضت على الثورة ولكنها فشلت كل الفشل فشلا ذريعا وخاب ظنها. فها هي الثورة تتجدد من جديد، وسنشهد هذا التجدد مرة أخرى في الأول من كل عام، ومن تشرين القادم سنشهد أن التغيير المطلوب لا يحصل في عراق اليوم إلا بإزاحة الطغمة الحاكمة الفاسدة والخلاص من منظومة حكمها الجائر عبر النضال الواسع المتواصل والعنيد من قبل الغيارة والشجعان من أبناء وبنات العراق الجريح الأوفياء لدماء شهداء تشرين ولعذابات الجرحى والمعوقين والمغيبين. ولعل الأبرز هو صمود أبطال تشرين ونشطاء الحراك المدني الأحياء بوجه جرائم الطغمة السياسية المتنفذة ضدهم وضد عوائلهم أولاً، وسعيهم الجدي الحثيث وبنكران ذات لتلافي الأخطاء والسلبيات السابقة واللاحقة، وأخذ العبرة والدروس من التجربة السابقة ثانياً، لمواصلة النضال ضد منظومة الفساد. وفي هذا الصدد دعت جميع القوى المدنية والديمقراطية والناشئة والحركات الاحتجاجية إلى توحيد أهدافها وتنسيق الحراك الشعبي السلمي ليكون معبرا عن إرادة أبناء شعبنا في بناء الوطن المستقل والمزدهر. فلا خلاص من منظومة المحاصصة الطائفية والفساد والسلاح المنفلت إلا بكسر احتكار السلطة وتغيير موازين القوى السياسية لصالح البديل المدني الديمقراطي، وإعادة بناء الاقتصاد والمجتمع على أسس جديدة، وضمان استقلالية القضاء وعدم تسييسه، والسير على طريق بناء دولة المواطنة التي يسود فيها القانون والعدل والسلم الأهلي والحريات العامة والخاصة. في عربي 21 جاء هذا المقال، يقول الكاتب جاسم الشمري: بعد الانقلاب على شاه إيران محمد بهلوي ومجيء نظام الحكم الجمهوري الحالي في العام 1979، عاد التشنج مجددا بين البلدين، وفي العام 1980 ألغى الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين اتفاقية الجزائر، وكانت بداية لمرحلة متشابكة انتهت بحرب السنوات الثماني، وبقيت نار الكراهية المتبادلة مستعرة حتى مرحلة الاحتلال الأمريكي للعراق في العام 2003. وقد صرح أكثر من مسؤول إيراني بأنه لولا إيران لما استطاعت واشنطن احتلال العراق، وهكذا صار العراق الحديقة الخلفية لإيران التي تدخلت في كل شاردة وواردة، بحيث إن على علي يونسي مستشار الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني أكد في 8 مارس 2015 أن إيران أصبحت إمبراطورية كما كانت عبر التاريخ وعاصمتها بغداد حاليا، وهنالك منذ منتصف أيلول سبتمبر غليان شعبي كبير داخل إيران نفسها ترجمته المظاهرات والمواجهات العنيفة مع قوات الحرس الثوري في العديد من المدن الإيرانية بسبب وفاة الشابة مهسا أميني بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق
بطهران، ويبدو أن المظاهرات الحالية مختلفة تماما عن سابقاتها بكثير. واقعيا أغلب مؤسسات الحكم العراقية ومنذ العام 2003 قائمة على الدعم الإيراني العسكري والأمني والسياسي العلني والسري، ولهذا تصر إيران على التعامل بأستاذية وتسلط مع غالبية ساسة العراق لتحقيق مصالحها ولو على حساب العراق والعراقيين. رغم التغلغل الإيراني الواضح في العراق، فإن نجاح المظاهرات الشعبية الإيرانية الحالية أو على الأقل قدرتها في قلب قواعد اللعبة السياسية سيكون له أثره الكبير على الساحة العراقية المتشنجة أصلاً، وبالذات مع الدعوات المستمرة لثورة شعبية عراقية تشرينية. والحقيقة أنه لا يمكن الجزم بنجاح المظاهرات الإيرانية، لكن الذي لا يمكن القفز عليه أن المظاهرات أحدثت شرخاً كبيراً في الداخل الإيراني سينعكس بلا شك على التمدد الإيراني في العراق والمنطقة. نشر صحيفة نيويورك تايمز مقالاً للصحفي ماكس فيشر قال فيه إن احتجاجات إيران الآخذة في الاتساع، وعلى الرغم من تحدي حكومة ذلك البلد بقوة وبأعداد متزايدة، فإنه قد تجسد أيضا توجها عالميا لا يبشر بالخير إطلاقا للحركة الإيرانية. ويرى الكاتب أن الاحتجاجات الجماهيرية في إيران ومدنها والتي أشار المشاركون فيها إلى الصعوبات الاقتصادية والقمع السياسي والفساد كانت تعتبر ذات مرة قوة يخشى منها، لدرجة حتى إن أقوى وأعتى الجيوش والبلدان تخشاها، ولكن هي مستبدة قد لا ينجو منها أحد، حيث توصلت الأبحاث إلى أن احتمالات نجاحها قد تراجعت بكثير وبشكل ملموس وواضح في جميع أنحاء العالم مع وجود استثناءات. ويضيف أنه بات من المرجح أن تفشل مثل هذه الحركات اليوم أكثر مما كانت عليه في أي مرحلة أخرى منذ الثلاثينيات على الأقل، وفقا لمجموعة البيانات التي يديرها باحثو جامعة هارفارد. لا يزال مسار التظاهرات الإيرانية غير مؤكد، ولا تزال انتفاضات المواطنين تفرض أحيانا تغييرا كبيرا. فعلى سبيل المثال في سريلانكا لعبت الاحتجاجات دورا في إزاحة رئيس قوي هذا العام، لكن الاضطرابات الإيرانية تأتي في أعقاب العشرات من الانفجارات الشعبية في الأشهر الأخيرة في هايتي وإندونيسيا وروسيا والصين وحتى كندا والولايات المتحدة الأمريكية، والتي على الرغم من تأثيرها فإنها فشلت إلى حد كبير في تحقيق نوع من التغيير الذي سعى إليه العديد من المتظاهرين، أو الذي كان يوما ما أكثر شيوعا. إيران التي تتنافس أحزابها السياسية بصخب حتى في ظل حكم الفرد ليست استثناء، ويرى بعض المحللين علامات متزايدة على الاستقطاب هناك بناء على الفوارق الاقتصادية والانقسامات الحضارية مقابل الريف، والانقسام المعتدل مقابل المتشدد الذي يعد حزبيا بقدر ما هو ثقافي. وتصبح المجتمعات المستقطبة في لحظات الاضطراب أكثر عرضة للانقسام بسبب الاحتجاجات الجماهيرية، ويمكن أن يدعم هذا حتى الحكومات البغيضة، يساعدها على تصوير المتظاهرين على أنهم يمثلون مجموعة من المصالح الضيقة بدلا من المواطنين ككل. نشر موقع وكالة بلومبرغ الأمريكية تحليلاً لمراسلتها لشؤون الطاقة والسلع وأوبك سلمى الورداني بعنوان لماذا تترنح ليبيا من أزمة إلى أخرى، وقد أكدت الكاتبة أنه بعد أكثر من عقد من قيام الحكومات الأمريكية والأوروبية والعربية بمساعدة الليبيين على الإطاحة بحاكمهم المستبد بين مزدوجين معمر القذافي، ولا تزال البلاد تعاني من أزمات دورية وإراقة للدماء، وتعثرت الجهود التي تدعمها الأمم المتحدة للمصالحة بين الحكومتين المتنافستين في الدولة الغنية بالنفط، وتؤدي الحرب في أوكرانيا إلى دفع محنة ليبيا وشعبها إلى أسفل جدول الأعمال الدولي واستنزاف الزخم من عملية السلام. وطوال الوقت تتدهور الخدمات العامة الأساسية وتتدهور مستويات المعيشة وسط التضخم المتسارع.
إن إدبيبة تعهد بعدم التنحي حتى إجراء الانتخابات مستفيداً من الدعم التركي ليعزز سيطرته على العاصمة من خلال تحييد الميليشيات التي قد تهدد حكمه، وفي حين يضغط بشاغة وزير الداخلية السابق لتأكيد قضيته من أجل الشرعية المحلية والدولية، لا يزال حفتر يسيطر على شرق ليبيا وهو قادر على حشد قوة قتالية كبيرة. أما رئيس البرلمان في المنطقة الشرقية عقيلة صالح فهو معارض صريح لدبيبة، وأخيرا لدى نجل المستبد الليبي السابق سيف الإسلام القذافي طموحاته الخاصة لقيادة البلاد، معاودا الظهور في أواخر عام 2021 لتقديم محاولة مدعومة من روسيا للرئاسة رغم عدم وضوح الدعم الشعبي الذي يحظى به. أما بالنسبة للدول الأوروبية فقد منحتهم احتياطات ليبيا النفطية الهائلة الأكبر في إفريقيا وموقعها عبر البحر الأبيض المتوسط مصلحة للتدخل في نتيجة الصراع، لكنهم أظهروا القليل من الرغبة مؤخرا في المشاركة المستمرة اللازمة لحل الأزمة. تحت عنوان المقاومة الجديدة ومآلات التغيير في الواقع الفلسطيني، قال موقع فرنسي في مقال لمعز كراجة الباحث في الشؤون الفلسطينية إن المقاومة الفلسطينية المسلحة التي يقودها شباب ليس لديهم أي انتماء حزبي أو تنظيمي ضد الاجتياحات العسكرية الإسرائيلية في مدن الضفة الغربية المحتلة من شأنها أن تعيد رسم الواقع السياسي في الضفة الغربية في مواجهة سلطة فلسطينية باتت دون أي جدوى ولا جدوى. وأضاف الكاتب أنه لا شك أن الضفة الغربية تشهد تحولات نوعية وهي مرشحة للخروج من حالة الاستقرار النسبي، لكن يجب فهم هذا وهذه التحولات وتأطيرها ضمن سياقها العام والتاريخي التراكمي، فهي ليست وليدة اللحظة. بالتالي من المهم جدا استحضار السياق كاملا لتحقيق فهم أعمق لدلالات أكثر ودلالات ما يحدث بعيدا عن إغراء الحدث المباشر وسهولة التعاطي معه في حدود الراهن. فالضفة الغربية تعيش حالة حراك وتحولات واسعة ومترابطة في نفس الوقت سياسيا ووطنيا وحتى اقتصاديا منذ أكثر من 10 أعوام على الأقل. إننا على أعتاب مرحلة مختلفة ذات سمات خاصة قد يقود انفجارها المرتقب إلى تحول عميق في الواقع السياسي السائد والمهيمن منذ 3 عقود، على عكس نمط الهبات السابقة التي سرعان ما تنتهي ضمن حدود الواقع دون الخروج عنه تماما. وربما هذا أيضا الذي دفع الاحتلال الإسرائيلي إلى القيام في بداية أغسطس آب الماضي بالمبادرة بالاعتداء على قطاع غزة وخوض مواجهة معه في محاولة منه للحد من تأثير مقاومة غزة على ما يحدث في الضفة. وعليه فإن الأهم من سؤال متى يقع الانفجار هو محاولة فهم هذه المرحلة وسماتها الخاصة وأثرها المحتمل على الواقع السياسي المهيمن ومآلات التغيير فيه. يقول معز كراجة مع أن المقاومة لم تنقطع أبدا في الضفة الغربية ولا في أي مرحلة، إلا أن العامل المختلف فيما يجري في السنوات العشر الأخيرة وصولا إلى هذه اللحظة ليس تنامي الفعل المقاوم بحد ذاته، وإنما الظرف الموضوعي المتمثل في النظام السياسي الفلسطيني القائم. متابع ممتع مع الكاريكاتور.
وفي خبرنا اليوم، حققت أول طائرة ركاب تعمل بالطاقة الكهربائية بشكل كامل نجاحا كبيرا في أول تجربة أجريت عليها في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث حلقت في السماء بنجاح تام في العاصمة الأمريكية واشنطن الأسبوع الماضي. وتحمل الطائرة الجديدة المبتكرة اسم الراوية العالمية الشهيرة أليس في بلاد العجائب، حيث أجرى مبتكروها تجربة ناجحة لها، إذ تمكنت من الطيران والعودة إلى مدرج المطار بنجاح، وهي طائرة ركاب يمكن استخدامها في الرحلات الداخلية القصيرة. ومن المتوقع أن تحدث طفرة جديدة في عالم الطيران على مستوى العالم برمته. وانفردت جريدة دايلي ميل البريطانية بنشر تقرير مفصل عن الطائرة واطلعت عليه القدس العربي، قالت فيه إن الطائرة استطاعت التحليق على ارتفاع 3500 قدم للمرة الأولى، وهي تتسع لتسعة ركاب فقط، كما يمكنها القيام برحلات داخلية قصيرة، ويمكنها أيضا نقل البضائع، ما يعني أنها من الممكن أن تستخدم في عمليات نقل الركاب أو في الشحن. وفي خبرنا الآخر، ثورة البن، مهرجان تستضيفه العاصمة صنعاء في خطوة تستهدف إنعاش إنتاج البن من جديد بعد سنوات من التراجع بسبب الحرب. المهرجان تنظمه اللجنة الزراعية والسمكية العليا ووزارة الزراعة والري واتحاد جمعيات منتجي ومصدري البن، ويهدف إلى استعادة مكانة البن اليمني التاريخية والوطنية والنهوض به ليكون رافداً مستداماً للتنمية. مهرجان ومعرض ثورة البن انطلق الخميس تحت شعار تنمية وحماية البن مسؤوليتنا جميعاً، ويستمر ليومين متتاليين، ويشارك فيه العديد من رواد البن اليمني وتجاره المشهورين ومحبيه ومستعمليه ومدمنيه، بهدف تشجيع المزارع اليمني واستعادة مكانة البن اليمني التاريخية والوطنية والنهوض به ليكون رافدا مستداما للتنمية في اليمن. والآن نتابع وإياكم فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. شكراً للمتابعة وإلى اللقاء.